يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقه اليوم حلقه مليئه بالاخبار المتعدده على مختلف الاصعده، سواء الصعيد المحلي العالمي، وبالتحديد كل ما يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الاهلي. واخر الاخبار والتفاصيل هتكون معانا على مدار الحلقه، لكن دايما بيكون مهم جدا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده. والسؤال بيتعلق بعيد الحب الفالنتاين داي النهارده، فاحنا عارفين مدى الحب اللي ما بين جمهور النادي الاهلي وناديهم وكيان النادي الاهلي. فبالنسبه لكم ايه هي افضل هديه قدمها لكم النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت، او ايه هو افضل هدف الاهلي احرزه او لاعبي النادي الاهلي احرزوه على مدار الفتره اللي فاتت؟ ابعتوا لنا وقولوا لنا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقه. لكن دايما بيكون في عناوين مهمه جدا، خلينا نروح نشوفها. في ترند الاهلي، الفريق الاول يبدا الاستعداد لمواجهه المريخ. غياب صلاح محسن 10 ايام بسبب الاصابه، وده قلناه امبارح. اما في الترند العالمي، رغم هزيمه ليفربول صلاح يبتعد بصداره الهدافين 17 جول. النهارده في مباريات في مختلف البطولات، بالتحديد نبتدي بكاس مصر، بطوله مهمه والاهلي هو حامل لقب هذه البطوله. النهارده في ثلاث مباريات اتلعبوا في البطوله دي، كانوا ساعتين ونص كلهم، انتهوا بالنتائج التاليه: الاتحاد السكندري كسب النجوم 2-1، الانتاج الحربي خسر في مفاجاه كبيره جدا من كوكاكولا 1-0، والاسماعيلي فاز على لافيينا اف سي 2-1، بنبارك لهم الفائزين وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. الدوري الانجليزي في عدد من المباريات، منها اللي اتلعب ومنها اللي بيتلعب ومنها كمان اللي هيتلعب. نبتدي بساوثهامبتون مع ويلفرهامبتون، ويلفرهامبتون كسبوا 2-1، ويست بروميتش البيوم مع مانشستر يونايتد، ولحد دلوقتي مفاجاه كبيره جدا التعادل الايجابي 1-1، بما ان ويست بروميتش يعني في قاع الجدول. اما الساعه 6:30 ففي مباراه ارسنال مع ليدز يونايتد، وايفرتون مع فولام، دي الساعه هتكون الساعه 9 بالليل. الدوري الاسباني ختافي مع ريال سوسيداد، مباراه انتهت بفوز ريال سوسيداد بنتيجه 1-0، الماتش كان الساعه 3. ريال مدريد النهارده مع فالنسيا الساعه 5:15، ليفانتي مع اوساسونا الساعه 7:30، فياريال مع ريال بيتيس الساعه 10 بالليل. الدوري الايطالي، روما كسب اودينيزي في مباراه ابتدت الساعه 1:30 بنتيجه 3-0، نتيجه كبيره لروما. كالياري اتعادل او متعادل حتى الان سلبيا مع اتلانتا، مباراه ابتدت الساعه 4، وفي نفس التوقيت ابتدت مباراه سامبدوريا مع فرنتينا، التعادل الايجابي لغايه دلوقتي 1-1. كروتوني مع ساسولو الساعه 7، وانتر ميلان مع لاتسيو الساعه 10 الا ربع. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات والبطولات حول العالم. لكن التفاصيل كلها وكل الكواليس اللي بتتعلق بالنادي الاهلي واخر استعداداته، والنهارده في الحقيقه الفريق بيبتدي كمان الاستعدادات لمباراه المريخ، هنعرف كل التفاصيل اللي بتتعلق باستعدادات الفريق للدفاع عن بطوله دوري ابطال افريقيا، بس بعد الفاصل، استنوا. يعني في الحقيقه النهارده ذكرى وفاه احد ابرز الشخصيات في تاريخ النادي الاهلي، واحد الشخصيات المؤثره في هذا التاريخ، سواء كلاعب او كمدير كوره او كشخص يعني ارسى مبادئ وقيم من ضمن القيم والمبادئ الكثيره جدا الموجوده في النادي الاهلي واللي بيتبعها اجيال النادي الاهلي المختلفه. الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، طبعا حارس كبير واحد ابرز الحراس في تاريخ النادي الاهلي، واحد كان بيحب الاهلي قوي، واحد ارتبط بالاهلي حتى في عز مرضه الشديد، كان متواجد على الدكه، ولقطات كلنا عارفينها طبعا في مباريات لبطوله الدوري على ما اتذكر في 2004، ومباريات لبطوله دوري ابطال افريقيا، هي دي اللقطات. ايوه الله ينور يا بيبو، كان ماتش اهلي وزمالك الماتش ده 2005. واحد ادى حياته للنادي الاهلي، جمهور الاهلي بيقدره جدا وهيفضل يقدره جدا وهيفضل يحيي ذكراه دايما. كابتن ثابت البطل الذكرى رقم 16 لوفاته، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جناته، وهو مثال يحتذى به في الحقيقه، واي حد عايز يكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي من ذهب
يشوف كابتن سيد بطل كان بيعمل ايه ويعمل زيه، سواء كلاعب وقائد داخل الملعب او سواء كمدير كوره اداري، شخصيه كمان قويه جدا جدا. الراجل كان بيقدر يدير الكوره بالشكل الامثل اللي الكل دلوقتي يقول لك احنا عايزين شخصيه زي الكابتن ثابت البطل في الكره المصريه بشكل عام. الكره المصريه بتفتقد شخصيه زي شخصيه الكابتن ثابت البطل، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. خليني اقول لكم ان الكابتن محمود الخطيب كمان يعني اتكلم واتصل بأسرة الكابتن ثابت البطل في ذكرى وفاته واطمن عليهم، ويعني ان شاء الله باذن الله لما يرجع كمان هو في دبي بيزور اسرته كابتن الخطيب، لما يرجع كمان هيزورهم، ودي لفته جيده جدا ولفته يعني متعودين عليها من ابناء النادي الاهلي يعني، وتواصلهم الدائم مع الاسر الخاصه بهم ده امر معتاد داخل النادي الاهلي. فربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جناته، ويفضل باذن الله كابتن ثابت البطل مثال يحتذى به بكل تاكيد. طيب دي لقطات جميله طبعا، كان حارس عملاق وحارس ساهم في عدد كبير جدا من البطولات والالقاب، وكتب تاريخ من ذهب مع النادي الاهلي والقلعه الحمراء. طيب دي تويتر النهارده، الحساب الرسمي للنادي الاهلي على فيسبوك نزل وقال ثابت البطل يحمل رقما قياسيا في الحفاظ على نظافه شباكه. تخيل بقى بص كام، يعني انا مش عارف احسبها دي تبقى كام ماتش بصراحه، يعني 1442 دقيقه متتاليه من غير ما يخش فيه جول. احنا كان ممكن نعمل سؤال الحلقه كده النهارده، 1442 يعني كام ماتش يا جماعه؟ لو تعرفوا تحسبوا في الكنترول قولوا لي. ماشي، عدد كبير جدا جدا من المباريات، يعني اعتقد حوالي بيقولوا لي حوالي 16 ماتش، عدد كبير قوي، 16 ماتش ما يخشش فيه الجول، يعني حاجه جامده جدا جدا، يعني اعتقد صعب جدا الرقم ده يتكسر، لحد دلوقتي ما حدش وصل للرقم ده، في ناس اقتربت بس من بعيد كده يعني. ف نظافه شباكه ب 1442 دقيقه متتاليه، وهو الرقم الذي لا يزال صامدا لم يقترب منه احد محليا وقاريا، وجعل البطل في المركز الثالث عالميا، يعني هو ثالث واحد على مستوى العالم من حيث عدم استقبال الاهداف على مدار الدقائق دي، فدي حاجه طبعا كبيره جدا. كابتن ثابت البطل ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته. طيب خلينا اقول لحضراتكم بعض الاخبار، وخصوصا ان احنا بنتكلم على 48 ساعه على بدايه الدفاع عن لقب النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ومشوار البطوله العاشره بطوله دوري ابطال افريقيا. واحنا امبارح قلنا لحضراتكم ايه؟ قلنا كل بطوله هيشارك فيها الاهلي السنه دي فهو بيدافع عن لقبها، وهيدافع عن لقبها بمنتهى القوه. احنا ابتدينا البطوله بمباراتي سنوديب يعني دور ال 32، لكن انت البطوله الحقيقيه بتبتدي من دور المجموعات، فبالتالي البدايه لازم تكون كويسه جدا. انت بطل حامل لقب البطوله ثالث العالم، حققت انجاز كبير جدا، فلازم تدافع عن مظهرك وعن ادائك وعن فنياتك وعن كل حاجه، وعن اللقب اهم شيء، لان جمهور النادي الاهلي دايما مرتبط ببطوله دوري ابطال افريقيا، هو اكتر فريق حقق البطوله دي في القاره الافريقيه. فاحنا نفسنا ناخد العشر باذن الله، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في بدايه المشوار، بدايه مباراه المريخ والمباراه اللي هتكون بعد بكره على استاد القاهره باذن الله تعالى يوم الثلاث. النهارده كان في مسحه طبيه للاعبي الاهلي والجهاز الفني استعدادا للمريخ السوداني، وده طبعا امر متابع قبل اي مباراه ب 48 ساعه عشان الكشف على فيروس كورونا. ان شاء الله الكل يبقى سليم، وكلهم كانوا عاملين مسحات كتير، عملوا حوالي 6 مساحات على مدار الرحله بتاعه كاس العالم للانديه، ان شاء الله كلهم يبقوا سلام وجاهزين ومتاحين بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، وده امر مهم جدا. خليني اتكلم معاكم على اصابه صلاح محسن. امبارح قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من اللاعبين وكل التفاصيل اللي بتتعلق بالاصابات المختلفه. اتكلمنا على صلاح محسن وقلنا لحضراتكم ان هو فتره غيابه هتكون من 10 ل 15 يوم، لان هو تم استبعاده في مباراه بالميراس بره القائمه بتاعه المباراه اصلا، لانه التمرين الاخير المران الاخير قبل المباراه كان جاله شد في العضله الاماميه. امبارح عمل اشعه رنين الصبح، نتيجتها طلعت بالليل اثبتت ان هو عنده شد في العضله الاماميه، فبالتالي فتره الغياب بتتراوح ما بين 10 ل 15 يوم. ناصر ماهر النهارده المفروض بيشارك في بعض الفقرات في التدريبات الجماعيه، قلت لحضراتكم كمان امبارح محمد محمود اول ثلاثه يكون بيشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق، كريم ندفد قدامه اسبوع زي ما انا
انا برضو قلت لحضراتكم امبارح بفكركم دايما لان ملف الاصابات ده مهم قوي. في مين تاني؟ طاهر محمد طاهر عنده اجهاد في العضله الخلفيه، برضو بكتير قوي 10 ايام اسبوعين يكون متاح وموجود مع الفرقه. محمود متولي في قدامه الشهرين، من شهرين لثلاثه يكون موجود. فبالتالي يعني دي ابرز الاصابات اللي موجوده في فريق النادي الاهلي، منها اصابات كانت بقالها فتره كبيره وقربت ترجع وده امر مهم جدا، ومنها اصابات يعني مدتها صغيره. وانا عاجبني جدا الجهاز الطبي بصراحه، الناس تتعامل وعاملين شغل كويس جدا جدا يعني مع اللعيبه ومع الاصابات. وشفنا الكلام ده كله بدايه من اصابه محمد هاني وحسين الشحات قبل بطوله كاس العالم للانديه، ولقيناهم ما شاء الله متاحين مرورا ببدل بنون، مرورا بعلي معلول المحاوله المستميته لمشاركته في المباراه الاخيره، لكن ده امر يحسب للجهاز الطبي. وملف كان بيؤرق النادي الاهلي خلاص اصبح شيء جيد جدا، والتعامل في الاصابات على الشكل الامثل في الحقيقه. طيب عندي تفاصيل كتير جدا كمان بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي لمباراه المريخ، بس هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل، استنونا. طيب خلينا نطمن بشكل اكبر على فرقتنا قبل مباراه المريخ بعد بكره باذن الله. نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناه الاهلي والمتواجد في استاد مختار التتش وبيتابع استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا والحمد لله على السلامه، وببارك لك وببارك لكل جمهور النادي الاهلي التأكيد طبعا. اهلا بك يا كريم، منور دايما. عايز اطمن من خلالك على استعدادات النادي الاهلي النهارده وبدايه هذه الاستعدادات للمباراه المقبله امام المريخ، هذه المباراه الهامه جدا. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول كعاده لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني كل حدث حديث، خلاص البطوله بتنتهي بيبدا النادي الاهلي يركز بشكل كبير جدا في البطوله اللي بعديها او المباراه القادمه. احنا خلاص داخلين على البطوله الافريقيه والحفاظ بقى على اللقب دوري ابطال افريقيا، اللقب المحبب جدا عن كل جماهير النادي الاهلي. استعدادات قويه كالعاده طبعا زميلي امير، لكن قبل ما ابدا معاك الاخبار الخاصه بتدريب بفريق النادي الاهلي، لفته كانت مهمه جدا وكانت قويه جدا، ودي اللي بتدي رساله كبيره جدا. بعض من اعضاء النادي الاهلي نقدر نقول عليهم جمهور النادي الاهلي، تواجده خارج المدرجات طبعا او خارج ملعب مختار التتش، وهتافات لجميع اللاعبين، هتافات للاعبي النادي الاهلي، هتافات لموسيماني، المطالبه على طول بشكل مستمر في حصد النقاط، وايضا كمان المباراه القادمه هي مباراه المريخ السوداني. لفته طيبه جدا وبتنقل طبعا كل احاسيس جمهور النادي الاهلي اللي ما بيقدرش يكون متواجد في ملعب مختار التتش. عدد كبير من الجمهور عايز يتصور مع اللعيبه وعايز يوصل للعيبه رسائل كبيره جدا، لكن يمكن زي ما بنقول واحد زي 1000 بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لفته كانت طيبه ومميزه جدا لكل اعضاء النادي الاهلي النهارده اللي هتفت باسم النادي الاهلي وطلبتهم ان شاء الله بالحفاظ على لقب البطوله الافريقيه. التدريب كالعاده كان كله حماس كبير جدا لكل اللعيبه. النهارده انت عارف لعيبه النادي الاهلي وصلت الجمعه، وانتوا وصلتوا بالتاكيد يوم الجمعه، طبعا بقيت يوم الجمعه كان راحه، يوم السبت راحه، النهارده هي البدايه والانطلاقه للمباراه القادمه هي مباراه المريخ السوداني. محاضره فنيه كانت سريعه لبيتسو موسيماني اللي اكد فيها بشكل كبير جدا على الفصل التام مع تاجيل مباراه النصر. خلاص عندنا جو افريقي وبطوله افريقيه قادمه، خلاص مباراتين بقى، هي مباراه المريخ السوداني ثم سيمبا وايضا كمان وهي المباراه القادمه فيتا كلاب، يعني عندنا خلاص بقى توالي مباريات في البطوله الافريقيه، فمحتاجين تركيز بشكل كبير جدا. حذر من اهميه هذه المباراه وتحديدا مباراه المريخ السوداني، عندهم دوافع عندهم حافز كبير ان هم يكونوا متواجدين ويظهروا بشكل كبير جدا. لكن موسيماني اكد مع اللعيبه احنا نادي البطل، نادي بطل افريقيا، حاصلين على ثالث عالم، لكن كل الامور دي خلاص امير انتهت، عندنا مرحله جديده وعندنا تحدي جديد في المباراه القادمه مباراه المريخ السوداني. يا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون مع لعيبه النادي الاهلي ويحافظ على كل اللعيبه، لان يمكن بقول يحافظ على كل اللعيبه امير، لان يمكن عندنا بعض اللعيبه كده ظهرت اصابات واجهادات بالزبط. عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي ابدا معاك النهارده بايمن اشرف، يعني ايمن اشرف كمان. النهارده اول لاعب لم يشارك في مران اليوم، نطمنا على ايمن اشرف. ايمن عنده ايه؟ ايمن عنده تقل بسيط في العضله الخلفيه، يعني ما نقدرش نقول ان هو مزق او شد، لا تقل بسيط جدا. يمكن الراجل النهارده ريح وطلب من موسيماني هو يكون مريح مباراه المريخ القادمه، ومن الواضح ان ايمن اشرف هيكون خارج مباراه المريخ. البركه في كل اللعيبه، عندنا عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي بيادوا اداء مميز جدا تحديدا في خط الدفاع، لكن باكد لك في بدايه الاسماء الخاصة بها الإصابة هو أيمن أشرف. علي معلول النهاردة أنت عارف طبعا علي معلول العضلة الخلفية بيغيب النهاردة كالعادة عن المران بشكل عام، هياخد وقت شوية علي معلول، يعني نقدر نقول ثلاث مباريات القادمين أنت عارف زميل أمير ممكن بشكل كبير جدا ما يكونش متواجد فيهم، لكن علي معلول من اللعيبة الرجالة واللعيبة صاحبة الخلق الرفيع وعنده إصرار كبير وإنكار ذات كبير جدا، بنتمنى له الشفاء العاجل والسلامة إن شاء الله، يعود من جديد لمؤازرة فريق النادي الأهلي. أيضا كمان صلاح محسن، يعني صلاح محسن كانت شكوى من العضلة الأمامية النهاردة ما شاركش في التدريب نهائي، يمكن عدد من اللعيبة زي ما بقول لك أمير إجهاد نغزات بسيطة جدا
جدا، تقل بسيط جدا، لكن مش اصابات قويه. لكن صلاح محسن خلاص مع تاكيد احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي 10 ايام بيبعده صلاح محسن عن التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كل اللعيبه اللي مصابه، اللعيبه اللي بتشعر باجهاد مع توالي الايام القادمه تقدر تخش تدريج ان شاء الله لصفوف فريق النادي الاهلي. بين قوسين عايز اقول لك بقى ناصر ماهر، يعني ناصر ماهر هو اللي خلاص نقدر نقول اسبوع بالتحديد وناصر ماهر يبدا يخش بقى التدريبات الجماعيه من جديد، واحد من اللاعبين الاضافات المميزه جدا لفريق النادي الاهلي. حظه وحش شويه ناصر ماهر، لكن ما تعرفش الخير فين، ويمكن اتكلمت معاه قبل التدريب قال لي انا يمكن كل حاجه طبعا قضاء وقدر، لكن خلاص انا فاضل اسبوع ان شاء الله بسيط جدا باذن الله يخش تدريجي مع فريق النادي الاهلي. النهارده يمكن اتدرب بشكل فردي احمال بسيطه جدا، جري بسيط، لكن ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده ينتهي ويبدا ناصر ماهر باذن الله يخش مع لعيبه النادي الاهلي مع كل الكوكبه المتواجده. وليد سليمان ايضا بيستمر في التاهيل، لم يشارك ايضا تماما. كريم نيدفيد زي ما اكدنا وقلنا كريم نيدفيد خلاص نقدر نقول 10 ايام او اسبوع بالتاكيد يبدا يخش تدريجيا في التدريبات الجماعيه. العدد كبير يا امير من الاصابات، لكن كلها حاجات خلاص يعني لعيبه هترجع ولعيبه بتغيب لفترات قليله جدا. ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي في كل المحافل الدوليه والافريقيه والمحليه ايضا كمان. هو بس يا كريم زميل امير المسحه الطبيه الخاصه بفريق النادي. اتفضل امير اتفضل. هو بس عشان عايزين ناكد على نقطه مهمه جدا، البعض دايما بيحاول يقلل من انجازات النادي الاهلي ويحاول يقلل من اي بطوله الاهلي بيحققها، والناس حاولت تقلل من بطوله كاس العالم للانديه. الاصابات دي ناتجه عن المجهود البدني الكبير جدا جدا اللي كان موجود على مدار الثلاث مباريات في كاس العالم للانديه. لك ان تتخيل يا كريم، انت اكيد متابع وعارف كويس قوي، الاهلي لعب الدحيل طبعا فرقه تقيله قوي عندها خط هجوم مش طبيعي، وكان في مجهود بدني جامد جدا. نفس الحال ويمكن اسخن كمان في مباراه بايرن. مباراه بايرن فرقه كلها اصلا بتعتمد على بخلاف الجانب المهاري العالي قوي، لكن القوه البدنيه اساس عندهم. الالمان احنا عارفين الجزئيه دي كويس جدا. مباراه بالميراس بطل امريكا الجنوبيه عملت مجهود بدني كبير جدا، فكان طبيعي ان يبقى النتيجه يبقى في تقل في عضله خلفيه للاعب، شد خفيف في عضله اماميه، الحاجات دي كانت طبيعيه جدا. ده ان دل يدل على مدى قوه البطوله اللي شارك فيها النادي الاهلي ومدى قوه المستوى الفني الكبير اللي لعب فيه النادي الاهلي. فبالتالي هو انجاز كبير يحسب لكل اللعيبه دي ان هم قدروا يرجعوا بالميداليه البرونزيه، وان شاء الله في احلام كتير كمان بالنسبه ليهم في المستقبل. صح ولا لا يا كريم؟ متفق معايا؟ بالتاكيد طبعا يا امير، بضم صوتي لصوتك. بطوله قويه جدا، وهم دول لعيبه النادي الاهلي. لما بنتكلم على انكار الذات وروح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي، اي حد بيبقى عنده نغزه كدمه بيقول لا انا هشارك وهكون متواجد، لان عندنا ملايين من جمهور النادي الاهلي بتكون متواجده، عايز اللعيب يكون متواجد. بنشوف ايمن اشرف ورجولته الكبيره جدا، بدر بنون ومتالقه والشناوي، كل اللعيبه مش عايزين نتكلم حد، لكن في لعيبه كانت واضح جدا ان هي يمكن بيبقى عندها كدمه، عندها حاجه، لا انا متواجد. واللي يمكن يقول للكابتن سيد انا متواجد وقادر ان انا اكمل. علي معلول شفناه يمكن كان يكون في اخر الضربات الجزاء، يمكن علي عنده العضله الخلفيه وانت كنت متواجد امير طبعا معاهم هناك، لكن هي دي كان عايز يلعب ماتش البايرن كله يا كريم وهو مصاب، يعني عايز يكمل ماتش بايرن وهو مصاب. الجهاز الطبي والجهاز الفني هم اللي قرروا ان لازم يخرج حفاظا على اللاعب، لكن الروح اللاعب نفسه، عشان برضو الكلام الكتير اللي طلع على علي معلول، الراجل كان مصمم يكمل وهو مصاب، هو شايف الاصابه خفيفه اقدر ادوس عليها. فاهم ده اللي حصل بالظبط. يعني المخاطره ان انت امير طبعا يعني بقيمه علي معلول الكبير ان هو يقول انا هلعب وعنده تقل، من الواضح انه ممكن كان يتعرض للاصابه، لكن هو هدفه جمهور النادي الاهلي، هدفه ان اسعاد جمهور النادي الاهلي، مش مهم انا يحصل لي ايه، المهم الجمهور يكون سعيد ومبسوط. وهو هي دي سمه لعيبه النادي الاهلي. كل لعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد، ودي الميزه والسمه، ودي اللي بتخلينا امير نحقق بطوله الدوري وبطوله كاس وبطوله دوري ابطال افريقيا، ثالث عالم الانديه، عندنا بطولتين كمان احنا طمعين، وجمهور النادي الاهلي طماع، سوبر افريقي وسوبر مصر ان شاء الله باذن الله. مع الحاله والرغبه الكبيره وشخصية النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي الكبيرة، ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نعمل نتيجة كبيرة جدا ونحقق كل البطولات اللي احنا دخلنا فيها خلال هذا الموسم. يا رب ان شاء الله امير القادم يكون افضل للنادي الاهلي. مباراة المريخ تحديدا فرقة قوية وفرقة عندها امكانيات، لكن محتاجة تركيز كبير جدا منا، وده اللي كان واضح النهارده مع بيتسو موسيماني اللي نهى المران كده بتقسيمة في منتصف الملعب كويس. بيحاول ان هو طبعا يضع التشكيل الامثل او اللي هياخد بيها دي المباراة، لكن حتى هذه اللحظة لسه برضه بيحاول ان هو يجرب بعض اللعيبة اللي يمكن تفقد عدد كبير من لعيبة النادي الاهلي، فممكن نشوف توظيف لعدد مختلف من لعيبه النادي الاهلي. الحاجه المميزه جدا والشيء المميز جدا ان انت عندك كوكبه من اللعيبه، اي حد يكون متواجد في اي مركز هيأدي ان شاء الله اللي عليه، هو ده لعيبه النادي الاهلي، وهم دول رجاله النادي الاهلي، ابطال افريقيا، ثالث عالم الانديه. يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي كالعاده تكون مصدر سعاده لكل جمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي سواء في المسحه الطبيه وايضا كمان من الاصابات حتى يوم المباراه ان شاء الله. زميلي امير ان شاء الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوفيه في الحقيقه. زميلنا العزيز والمتالق دائما كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش،
وطمنا على كل الامور اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي قبل مباراه المريخ بعد بكره ان شاء الله. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه، استنونا. تعالوا نشوف ترند الاهلي بيتكلم عن ايه النهارده وايه الامور اللي تم التطرق ليها بخصوص النادي الاهلي. نبتدي بالحساب الرسمي للنادي واللي قال مانويل نوير تصريحات ليه. قال ايه نوير؟ قال لقد كان من الرائع التعرف بالشناوي واتمنى النجاح له ولنادي في المستقبل. علاقة مميزة جدا ما بين حارسين كبار، سواء مانويل نوير طبعا نجم الألماني الكبير، نجم منتخب ألمانيا ونجم فريق بايرن ميونخ، ومحمد الشناوي أفضل حارس في أفريقيا وحارس النادي الأهلي وحارس منتخبنا الوطني. وإحنا شفنا لما الشناوي كان اتكلم وقال تصريحاته بخصوص نوير وإنه مثله الأعلى. تعالوا بقى نشوف نوير رد على الشناوي بعد تصريحاته معانا، رد عليه وقال له إيه. يلا بينا. Once again, congratulations on your win in the first match against Al Ahly. Before the match, Al Ahly's goalkeeper, Mohamed Elshenawy, himself a highly decorated player who just broke the record for clean sheets in Egypt last year, told us how much it means to him to be on the same pitch with you. He said that you are his big role model and that he learned a lot about goalkeeping by just watching you. Can you describe how it feels to experience that level of respect from someone who himself is considered one of the best on his continent? Ja, erstmal kann ich das Kompliment auch nur zurückgeben. Also ich denke, dass es auch was Besonderes ist, wenn er mit Al Ahly, mit der Mannschaft zusammen diesen Rekord auch mit der weißen Weste einfach eingestellt hat. Und ich glaube, dass die Mannschaft auch, ich glaube, für sich tolle Erfolge jetzt feiern konnte in der Vergangenheit. Natürlich musste er einer ins Finale und wir haben uns durchgesetzt. Und ich glaube, dass der Respekt einfach auch dazugehört und ist für mich auch was Besonderes, wenn aktive Torhüter, die jetzt auch ihre Profi-Laufbahn bestreiten, sagen zum Beispiel, Manuel Neuer ist mein Vorbild. Und ich denke, dass wir uns sehr respektiert haben, auch auf dem Spielfeld. Und ich denke, dass man auch gemerkt hat, dass wir uns mochten. Wir haben uns nach dem Spiel umarmt, haben Handshake gemacht und haben uns unsere Trikots auch nochmal getauscht. Und für mich war es auch ein tolles Aufeinandertreffen. Und ich wünsche der Mannschaft und natürlich auch dem Keeper alles Gute für die Zukunft. حاجة جميلة بصراحة لما يكون حارس بالقيمة دي بيتكلم على حارس كبير جدا كمان في القارة الأفريقية هو محمد الشناوي، وعلاقة مميزة جدا ما بين الاثنين. خلينا نروح للخبر اللي بعده، يلا كورة، وبيتكلموا على إن في مهرجان أرقام قياسية للأهلي في مونديال الأندية. لو الأهلي ما عملش أرقام قياسية مين اللي هيعملها؟ تعالوا نشوف الفيديو. حاجات جامده قوي بصراحه، يعني عايز احيي حساب او موقع يلا كوره ان هم
يعني رصدوا كل هذه الارقام لان ده كان امر مهم جدا وبيبين قيمه النادي الاهلي. الاهلي لعب 15 مباراه في كاس العالم للانديه متساويه مع اوكلاند سيتي اللي بيروح كده كده كل سنه بسهوله ما فيش اي مشكله خالص، لكن انت عندك منافسه قويه جدا في القاره الافريقيه ورغم كده بتوصل 6 مرات كاس عالم الانديه بتلعب 15 مباراه، ارقام كتير بقى عايزه الواحد يقعد يحفظها كتير في الحقيقه. فكل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي كمان، ده الاهم ان شاء الله. خلينا نروح لخبر اخر وتحديدا من حساب مبتدا على تويتر وبيقولوا موسيماني يجهز اجاي لمواجهه المريخ السوداني، اجاي جاهز 100%. اجاي كمان لما نزل مباراه بالميراس كان ممتاز في المباراه دي، لما تيجي تقيسها كده بفتره غيابه اخر مباراه لعبها هي مباراه القرن اللي هي كانت قدام نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، اتصاب في الشوط الثاني خرج، من ساعتها ما لعبش يعني من شهر ايه 11 صح، من شهر 11 لعب في شهر 2 وابتدى المباراه او نزل في الشوط الثاني تحديدا في مباراه بالميراس ادى بشكل جيد جدا، ضربه الجزاء كمان اللي حطها في ضربات الترجيح كانت ممتازه جدا، فاجاي لاعب مهم وعنصر مهاري هام جدا بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، اعتقد هيكون ليه دور في مباراه المريخ باذن الله. طيب خلينا نروح للوطن الرياضي، حسابهم على فيسبوك بيقولوا الاهلي يرفض احتراف محمد الشناوي ويانوكن يغلق ملف الحارس الجديد. محمد الشناوي عروض الاحتراف بتجيله على مدار فترات كتير جدا بغض النظر عن تألقه في كاس العالم الأندية، هو بخلاف كاس العالم الأندية هو حارس ممتاز وكان تألق كتير وبرز بشكل كبير جدا على مدار سنتين ولا اكتر كمان فاتوا، فالعروض دايما بتجيله. لكن انا اللي عجبني في الشناوي ايه، الراجل مرتبط جدا بالاهلي وبيسيب دايما القرار ده للنادي، واحد يعني صاين الجميل بصراحه يعني وبيصونه على اكمل وجه رغم ان ده حقه ان هو يحترف او حقه ان هو يكون بيسعى لطموح معين، لكن هو دايما شايف ودي وجهه نظر الشناوي هو اعلن عنها قبل كده في بعض اللقاءات، هو شايف ان هو بيلعب في اكبر نادي في افريقيا، شايف ان الناس مقدره جدا في النادي الاهلي، النادي الاهلي كمان عدل له عقده مؤخرا، فبالتالي هو مش محتاج حاجه، مبسوط في النادي الاهلي، لكن في كل الاحوال هو اي عرض بيجي له بيبقى القرار بتاع النادي، فهي دي العلاقه الطيبه جدا ما بين الشناوي والاهلي وما بين الشناوي كمان وجمهور النادي الاهلي، علاقه بقت وطيده جدا جدا، نتمنى له يا رب التوفيق دايما. ده كان بخصوص ترند الاهلي واخر الاخبار فيه. خلينا افكر حضراتكم بسؤال الحلقه النهارده، هو بمناسبه الفالنتاين عيد الحب، ايه هو هدف الاهلي اللي تعتبره هديه ليك في المناسبه دي الفتره اللي فاتت، ايه اكتر هدف عجبكم او اكتر هدف انتوا بتعتبروه هديه من النادي الاهلي ليكم في مناسبه زي دي؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقه، هنروح لفاصل سريع وبعدين هنكمل. يلا طيب خلينا نبتدي الترند العالمي بتويته مهمه جدا من نجمنا المصري الكبير محمد صلاح واللي مشرفنا دايما في الملاعب الاوروبيه، والراجل بيتكلم في التويته دي عن يعني النتائج الاخيره بالنسبه لفريق ليفربول، احنا عارفين ليفربول خسروا امبارح بنتيجه 3-1 في اطار عدد من الهزائم على مدار الفترات اللي فاتت في بطوله الدوري، وده بسبب يعني حاجات كتير جدا سواء اصابات بالنسبه للاعبين مهمين في الفرقه، تذبذب في المستوى الفني، عندي امور كتير جدا ادت لي النتائج دي. فمحمد صلاح قال ايه؟ قال كانت فتره صعبه لاسباب كتيره، نحن ابطال وسنقاتل مثل الابطال حتى النهايه، لن نسمح للنتائج الاخيره بتحديد مصير الموسم، هذا وعدي لكم جميعا. كلام مهم قوي محمد صلاح وبيدل على مدى قوه شخصيته ومدى قوه عقليته بالنسبه في الامور اللي بتبقى زي دي او المواقف اللي بتبقى زي دي، ازاي تتعامل معاها وازاي تخرج نفسك منها نفسيا تحديدا. فكلام صلاح مهم جدا، لما صلاح يكتب كده فاكيد ده هيكون امر ايجابي بالنسبه للفرقه ككل وهيعود بالنتيجه الايجابيه على نفسيه اللاعبين قبل المباريات المتبقيه في بطوله الدوري الانجليزي. لكن خلينا نتفق ان خلاص ليفربول بيبعد ومانشستر سيتي بيقترب بعد الانتصارات المتتاليه بشكل كبير جدا على مدار الفتره اللي فاتت، امبارح كسبوا توتنهام 3-0، الكاي جوندوجان جاب هدفين ومش متذكر مين اللي جاب الهدف الثالث، لكن في كل الاحوال بيأدوا بشكل جيد جدا يعني، فمانشستر سيتي هم الاقرب للبطوله. لكن اتمنى طبعا نجمنا المصري محمد صلاح كل توفيق. بمناسبه محمد صلاح خلينا نروح لحساب سكواكا على تويتر تحديدا قبل التفاعل، قبل التفاعل سريعا، فين هنا يلا
حساب سكواكا فوتبول على تويتر بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان احصائيات بكام عن محمد صلاح ونتائجه وارقامه خلال الفتره اللي فاتت، وقالوا ان محمد صلاح سجل حتى الان 17 هدف في الدوري الانجليزي رغم سوء الاداء النتائج بالنسبه لفريق ليفربول، وهذا الموسم اكثر من اي لاعب باربع اهداف، يعني هو اكثر لعيب جاب اهداف، يعني خليني اقول لكم بقى بثلاث اهداف دلوقتي، لان برونو فرنانديز جاب جون في ويست بروميتش البيون من شويه بقى عنده 14 جون، بعد كده بيجي هاري كين وسون وكيلفرت لوين ب 13 جون. فنتمنى لمحمد صلاح كل التوفيق بخصوص لقب الهداف، لان خلاص اللقب الانجليزي بيبتعد عن ليفربول اللي هم بطلوا اساسا. خلينا نروح لمشاركات حضراتكم معانا من خلال طبعا الحسابات المختلفه لقناه الاهلي على السوشيال ميديا، وكان سؤال الحلقه ايه الهدف اللي بتعتبروه هديه بالنسبه لكم في الفالنتاين من النادي الاهلي. مصطفى امين قال القضيه ممكن اللي هو جون قفشه، انا عارف ان كله هيقول الجون ده ماشي. محمد عادل عبد الرحمن كمان قال القضيه ممكن، خلينا نشوف مين تاني. عبد الرحمن عصام جميع اهداف الاهلي هديه كبيره بس اجمل هدف هو جول قفشه القضيه ممكن 85 و45 ثانيه. طبعا جون غالي جدا ومش هيتنسي وهيفضل في اذهان جماهير النادي الاهلي لفتره بعيده جدا يعني. فبالتالي اكيد ان شاء الله الاهداف اللي زي دي تتكرر، وان شاء الله باذن لعيبه النادي الاهلي يفرحوا جماهيرهم دايما من خلال البطولات المختلفه، واهمها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. اتمنى لهم كل التوفيق فيها. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد من حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.